بتحدي المتابعين، مكسات الأكل الغريبة اللي اخترناها لليوم هي مارشميلو مع شطة وأفوكادو مع تشوكلت. واليوم وللمرة الأولى بالوجبة السريعة رح يكون معنا صبية، وأخيراً ومش أي صبية، أحلى صبية بالعالم، هبة بريوش. أنا أول بنت عن جد؟ أنت افتتاحية أول صبية معنا بالبرنامج. الحمد لله. شو الأخبار؟ قلت أنت شو أخبارك؟ الحمد لله، مستعدة للتحديات؟ يلا. هلا أنت حسيتك لما شفتي إيش موضوع البرنامج شوي خفتي، بس اليوم أنا نقيت لك مكسات مفروض أنها تكون مش كتير يعني عنيفة. بأول مكس هو مارشميلو مع شطة. تحبي طب الاكل الحار السبايسي ولا ما بتحبيه؟ طب شوفي انا نعم انا مش من علي نعمه كتكوته، بتحبي الالوان وهي اغمس بدك تغمسي. مع بعض رح نجربها. في مي في مي مستعده؟ لا انت. يلا 1 2 3 وهي الطعمه خدي حبيبتي. افوكادو حلو مع شوكولت. يوجوالي الافوكادو بتنعمل كوكتيل عصير بزبط مع قشطه وعسل وشوكولاته. ايوه انا بحب الافوكادو. طب بتحبي انت الافوكادو؟ لا لا، في حدا ما بحب الافوكادو؟ ليه؟ هيك حلو حلو. لا انا بالغت شوي، مش بس انه ما لها طعم. خلص والله احنا بتخلص الحلقه فيش تعمل الافوكادو. خلص شباب، خلص الافوكادو خلص. شو وافل هو ايش فيه؟ عن جد زاكي. عمرك جربتي شيبس مع شوكولات؟ كثير زاكي. عمرك جربتي فرايز مع بوظه؟ حبيتك كايش بالحياه. طب بس مش هذا بس اللي حيكون الاكل. حاخذك تاكل اكل كثير زاكي عشان نحن بنحب نعوض على ضيوفنا وما يحقدوا علينا. الحمد لله ما تغديت. فرح نروح هلا ناكل اكل كثير زاكي. يلا يلا يلا. حبوش هلا نحن بدنا مش بس بدنا نجربنا هدول المكسات الغريبه إنا لحالنا، بدنا نجرب الناس بالشارع. والله كمان ما اجربها لحالي، والله لا اخلي الكل يجرب. تعالوا شوف ايش. تعالي شوف هدول البنتين واقفين. هاي صبايا، هاي صبايا. صبية سويلح. هاي مرحبا. شو الأخبار؟ بصير ندوقكم إشي وناخد ردة فعلكم؟ طبعا. مارشميلو مع شطة بشهي. هي تاكلها بتمك. والله إنك شاطرة. خامد ولا حلو ولا؟ هذا كله تفاعلات. بس شو اسمعي، هاي أسكي مو زاكي أبدا. غريب أبصر ليش؟ قوي قلبك. مالك زاكي. زاكي حبي الأفوكادو. خافت مني. أنا وهبة وصلنا هلأ لأحلى جزء بكل الحلقة، هو لما ناكل الأكل الزاكي. طبعاً ما بقدر أحكي لكم قديه البرجر والفرايز عند تشيلي هاوس كتير زاكيين. كيفك أنتي والتحديات الأكل؟ ما عليكي. السرعة بالأكل. بلشي جاهزة؟ طيب هلأ هون نحن عنا عليكي طلعي. عنا تشيلي فرايز والتشيز برجر وموتزاريلا ستيكس، بس نحن رح نعمل تحدي بس على البرجر. ممتاز. اللي بيخلص اول هو اللي بيفوز. بس استني شوي. طب استني شوي. شو استني شوي؟ بدي ادوق الفرايز قبل ما تبرد. دوقي قد ما بدك دوقي. اسكى شيء بالحياه. دوقي اسكى شيء بالحياه. هذا الاختراع. لا احنا بشبع. نار. كيف الجبنه دايبه. يا سلام. أنا خايفة منها والله. لا والله أنت اللي بتخوفني. معقول أول بنت بالحلقة إنه تفوز عليها؟ مش معقول. ما رح أخليك تفوزي هبة. استني زوجتك أصغر. استوب اللعبة. شو اللي زوجتك؟ أنا فعصتها. يما مأواكي. يلا. يلا. 1 2 3 كيف يعني؟ تعي خلصتيها بـ4 دقايق.
والله انك جدعه. شوفوا انا خليتها تفوز عشان اول صبيه بالبرنامج. لا ما هو اذا انت هيك انا بخلصها وببلعها. لا ها انا اليوم حبتك انك انت تفوزي عن جد. لا حبيبتي عشان انا الامج تاعتي بهاي البرنامج خربت. والله انا مصدومه. الله اكبر. دعاء الخشب هبه بريوش فازت علي بتحدي الضيف. بيروجي احمر. لا لا ساعتها حلوه جنني. انا كثير مبسوطه انه فزتي علي جد. اسمع ما بعرف ليه كثير زاكيه بعيدا عن والله كثير زاكيه. كيف وانا افوز عليكي؟ حياتي وارحم سالك يا هبه. فزت علي باربع دقائق. اربع دقائق ولك ايش لسه فيه؟ هذا التحدي الثالث تحدي الشيف وان شاء الله تكونوا قدو. اوه انا مش قدو. انت قدو؟ انا قدو. انا قايمه. انا قدو. جبت لي حار؟ خليكي جبت لك حار عشان ما تفوزي علي. لازم اتسابق كمان؟ لا لا هذا مو تحدي سرعه، هذا تحدي انك تتحملي السبايسي اللي عاملنا اياه الشيف. واول واحد بفرطها بهذا؟ بخسر. خلص انا استسلمت. هيني استسلمت. جايبين الفلفل الاحمر منشفينه حاطينه طاحنينه وحاطينه. انت جد ما عندك مشاكل هلا؟ لا والله كثير حبيتها. هلا هي اكيد حره بس انه زاكي كثير. حبوش وضعك تمام؟ جد 100%. هلا بنجيب لك لبن حبيبتي. هلا نحن هون رؤيا بنحقق الاحلام، فهلا بنجيب لك لبن. وانا كثير مبسوطه انك انت كنت ضيفتي. انا كمان والله شكرا كثير. يعني اول صبيه معنا وكنت بتجنني وكثير مبسوطه انك فزت علي بالتحدي. الله يسعدك. يعني مع اني خسرت بس كثير مبسوطه. ان شاء الله دائما افوز عليك حبيبتي. احلاك عن جد والله انها بتجنن. وبدي اشكر مطعم تشيلي هاوس على استضافتهم لنا بحلقه اليوم. وحشه هبوش حبيبتي. حبيبتي آية استنونا بالحلقه الجايه. راحت من الطاره. طلعت حالي عنيفة.